السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبر وان التعليمية. اليوم لدينا اختبار شامل في مادة التربية الإسلامية نزولا عند طلباتكم. إذا نبدأ بالتمرين الأول. التمرين الأول يقول اربط أسماء الله عز وجل بمعانيها. يقدر السؤال يكون على هذا الشكل، ويقدر يكون أيضا يقول سؤال اذكر أربعة أسماء لله عز وجل، ويقدر يقول اكتب معاني الأسماء التالية، يكتب مثال الواحد ويقول له أكمل بما هو معناه. أنا اخترت هذا الشكل حتى أربط الاسم بمعناه. هناك الخالق، وش معنى الخالق؟ الخالق لأنه قادر. انظر، الخالق نحوس على كلمة خالق، الذي خلق. الخالق لأنه هو الذي خلق كل شيء، الإنسان والحيوان والنبات والجبال وغير ذلك. إذا نربط الخالق ب لأنه الخالق لأنه هو الذي خلق كل شيء. الواحد، وش معنى الواحد؟ الواحد معناه كاين واحد برك، لأنه قادر، ليس له أب. نعم، ليس له أب ولا أم ولا أولاد، ولله العزة والجلال. الرازق، الرازق بقي لنا لأنه قادر على كل شيء، أو لأنه هو الذي يرزق المخلوقات بالغذاء والماء والهواء. إذن الرازق هو الذي يرزق، لأنه هو الذي يرزق المخلوقات بالغذاء والماء والهواء. القادر لأنه قادر على كل شيء ولا يحتاج إلى مساعدة أحد. مفهوم؟ المهم أن الطفل يفهم هذه الأسماء ويحفظ معانيها. قلنا يقدر يطلب منه كتابة المعاني. نذهب الآن إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني يقول أكمل ما يلي. أركان الإيمان، وهي الإيمان بالله أيضا، و قلنا نحفظ القرآن تاع اللي حفظناه في الفصل الأول من سورة البقرة، آخر سورة البقرة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن أركان الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ وأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده. ثم كتبت أقوال الله عز وجل التي كانت في الفصل الثاني، واحتمال أن تكون في الاختبار، لكن لن تكون كلها، احتمال تكون واحد أو اثنان أو بصيغة الربط. يقول مثال: قال الله تعالى: أرأيت الذي يكذب الدين. وفي الجهة المقابلة يعطينا اختيارات لمواصلة الآية. مثال يقول: قل الله خالق كل شيء. في الاتجاه الآخر يقول: وهو الواحد القهار. وفي الجهة الأخرى يقول: يا أيها الذين آمنوا، ويواصل الآية في الجهة الأخرى ويقول: اربط بما يناسبه. مفهوم؟ الآن أكمل هذه. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إلى آخر الآية. ثم قال الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، في سورة الماعون. ثم قال الله تعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. ثم قال الله تعالى:
قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. ثم أيضا قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه قليلة اللي وصلوها، لكن معليش نزيدوها. شوفوا الكراريس تاع أبنائكم، وأيضا زقسوهم في الكتب وين لحقوا بالتدقيق، وين لحقوا باش ما نديرولهمش دروس مازال ما قراهمش، ونحملوهم أكثر من طاقتهم. هي هكذا البرنامج راه أكثر، ونزيدو نديرلهم حاجة مازال ما داروهاش. الآن نذهب إلى التمرين الثالث. التمرين الثالث يقول: رتب مراحل الوضوء من 1 إلى 8. الوضوء احتمال 1% أنه يجي كتابة، لأنه طويل جدا، فيه 8 مراحل. باش يكتب 8 مراحل راهي بزاف على الطفل. حنا أشك إذا كان جاء البرنامج، يجي عفوا يجي برنامج المراحل الوضوء يجي بهذا الشكل. اقتراح من عندي أنه يجي بشكل أنه ترقيم، يرقم المراحل الوضوء. إذا أقول بسم الله وأغسل يدي، هنا نديرو دائما الشدة لأنه يدي اثنان، لما يكون اثنان نديرو الشدة. أقول بسم الله وأغسل يدي إلى الكوعين 3 مرات. بعد الأيدي ماذا نذهب؟ نذهب إلى الفم. إذا أتمضمض 3 مرات. حذا الأنفوش تكين، كين الأنف. إذا أين الأنف؟ أستنشق وأستنثر 3 مرات. لما نغسل فمي ونغسل نيفي نوسخ وجهي، إذا أغسل وجهي 3 مرات. أغسل وجهي 3 مرات. كي نكملو الوجه ونروحو نعود إلى اليدين، إلى المرفقين. أغسل يدي إلى المرفقين 3 مرات. ثم نذهب إلى الشعر، أمسح برأسي. بعد الرأس واش تكاين؟ قرب الرأس، قرب الشعر، الأذنين. إذا أمسح أذني. ثم تبقى أغسل رجلي، عفوا ليس 3 مرات، أغسل رجلي إلى الكوعين، إلى الكوعين. الآن نذهب إلى التمرين الرابع. التمرين الرابع يكون نوعا ما بذكاء وتركيز. أضع صحيح أو خاطئ أمام كل عبارة. الوضوء يكون بعد الصلاة، الوضوء يكون بعد الصلاة، لا، إذا الخطأ يكون قبل الصلاة. الوضوء عبادة أمرنا الله تعالى به، نعم صحيح. إذا لا أحافظ على صلاتي، على صلواتي، ما نحافظوش عليهم، إذا خطأ. لازم نحافظ عليهم. كي يكون يؤذي المؤذن نذهب إلى الصلاة. يجب أن نقضي الوقت في أمور مفيدة، صحيح. أيضا فيما يخص الصلاة، أنا بعدت هذا الاحتمال لأنه أغلب التلاميذ ما لحقوش الصلاة، وحتى لو كان لحقوا يكون في آخر الفصل، معناها ما كانش عندهم الوقت باش يشرحوه مليح ولا باش يدرسوه يديروا عليه تمارين. إذا نحيتو من القائمة تاع الاحتمالات، لكن نعليش نهضروا فيه. قلنا أيضا كينا قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذه لازم يحفظوها. وأيضا فيما يخص الحركات والأقوال في الصلاة، هذا سهل جدا فهم التلميذ، بأنه التي ننطقها بفمنا هي أقوال، والتي نقوم بها هي حركات. الأقوال بين الأقوال، وهي التكبير لما نقول الله أكبر في بداية الصلاة، الله أكبر لا معنى هي التكبير، قراءة سورة الفاتحة من الأقوال، والتسليم السلام عليكم السلام عليكم، والتشهد، هذه كلها من الأقوال. والأفعال، الأفعال بين، وهي القيام، القيام للصلاة، والقيام من السجود، القيام من الركوع، هذا هي أفعال. أيضا الركوع لما نهبط هي أفعال. السجود لما نسجد أيضا في الأرض، إذا هذه أفعال لازم لها شرح بسيط فقط. أيضا نراجع لهم صورة قريش اللي كانت في الفصل الأول، احتمال أنها تكون في المقترحات ما بين الربط بالآية بما يناسبها،
ايضا رجعوا اهلهم من سورة قريش، وهذا واش نقول لكم، ربي يوفقكم وربي يوفق وليداتكم، رجعوا لولادكم قدر المستطاع. الا شفتوا بلي الطفل صاي ما قدرش، خليه يرتاح شويه، تعيلك ميزانك، درس الطفل حسب الاستطاعه تاعو. ربي يوفقكم وربي يوفق وليداتكم ان شاء الله. الى هنا يكون خلاص معنا الفيديو تاعنا اليوم. ما تنساوش ديروا جام، قلنا باش يلحق الاكبر نسبه، ما عندي حتى فايده الا ان نربحوا اجر من عند الله سبحانه وتعالى. هكذا باش تشاركوا معايا الاجر، ويتعرض الفيديو لاكبر نسبه من الاشخاص، هكذا باش يعاونوا وليداتهم ويدعونا معكم ان شاء الله. ربي يوفقكم وربي يوفق وليداتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.